ماب الزومبي القادم رح يكون بقصر مهجور، رح يكون فيه أرواح أشباح ومصاصي دماء، ورح نلعب بشخصيات جديدة كليا. فتابع الفيديو لتعرف التفاصيل كلها. صارك حار شباب، معكم شركيال وشركيال، لكم فيديو جديد. طيب شباب، مثل ما شفتوا بداية الفيديو، هاي احد التسريبات يلي طلعت من الشخص يلي تم طرده من استوديو تريارك. اللي ما يدري شوف الفيديو اللي حطه بالوصف او اللي حملته من يومين. في شخص من الجيم تيسترز، الناس اللي جربوا اللعبة، تم فصله من الشركة. بالفيديو تكلمت انه تحرياتي انه السبب الشاشة الزرقاء وانا قاعد اتعلق وهيك، بس لا، طلع هذا الشخص كاتب سبب فصله كان سبب جدا غبي. الناس بعضهم صادقينه بعضهم يكذبوه. كان قاعد يقول انه غيروا موعد الراحة او موعد الغداء، وهو ما كان يدري فراح على الموعد القديم، وبس شافوه انه تغيب عن شغله هالفترة طردوه. ما ادري، حسب اليوتيوبر مستر روفوفل كان قاعد يتكلم يقول انه بظن انه هم كانوا شاكين فيه انه هو اللي قاعد يسرب هالاشياء، لانه من تاريخ الزومبي دائما في واحد من الشركة قاعد يطلع كل معلومات ويسربها، والشركة ما قاعدة تعرف مين هالشخص. ف مستر روفوفل قال انه يظن انه الشركة كانوا شاكين فيه ولقوا اي حجة عشان يطردوه. فاي ممكن. المهم هذا الشخص طلع وما قصر، سرب اشياء بشكل جدا رهيب، ومعظم الاشياء اللي سربها تكلمت عنها بالفيديو اللي حملته من يومين. اذا ما شفتها راح تلاقي اللينك موجود بالوصف او بنهايه الفيديو. بس من احد الاشياء هاي تكلم عن الماب الاول، الحزمه الاولى يلي راح تنزل لكول اوف ديوتي بلاك اوبس 4 او ماب الزومبي الاول. طيب التفاصيل كالتالي: الماب الاول راح يكون لقصه الكايوس او قصه الفوضى، ما راح يكون لقصه الايثر. بس هو بتسريبه كمان قال انه الشركه قاعده تشتغل على مابات كتير لقصه الايثر. ما ادري صراحه السيزون باس راح او البلاك اوبس باس راح يكون لقصه الجديده او القديمه او ميكس مع بعض، ومتى راح ينزلوا المابات للقصه القديمه او الجديده ما عندي والله. راح احمل فيديو بعدين اقول توقعي انه شو المابات راح تنزل، القصة القديمة والجديدة، ومتى راح ينزلوا كل من المابات. وللمعلومية انا مالي زعلان على هالشيء، ادري القصة القديمة رهيبة قصة الايثر، بس كمان القصة الجديدة كمان جدا جدا رهيبة وجدا مستمتع فيها الصراحة. ولا تخافوا راح اغطيها بالقناة بشكل كامل، راح اسوي فيديو قصة لماب اي اكس ولفويج اوف ديسبير واشرح لكم كل شيء قاعد يصير بالقصة الجديدة. فا اوكي نرجع لموضوعنا، الماب راح يكون للقصة الجديدة، بس راح نلعب بأربع شخصيات جديدة. هالشيء المتفاجئ منه، أربع شخصيات جديدة. فأظن أربع شخصيات جديدة، واحد من أربع شخصيات هدول راح يكون أبو شخصية سكارلت. إذا ما تعرفوا القصة كلها مبنية على أبو شخصية سكارلت، هو سبب الأشياء هاي كلها والناس اللي قاعدين يلاحقوه. فالناس كلهم متوقعين أنه راح نلعب بأبو شخصية سكارلت والأصدقاء اللي كانوا معاه، يلي منهم شخصية شو اللي موجود مع الشخصيات. فشخصية شو العجوز مع أبو شخصية سكارلت واثنين كمان، ويمكن أحداث تكون بالماضي، نشوف شو الأشياء اللي يسووها اللي سببت لها المشكلة، أو شيء بالحاضر ما أدري. المهم أنه شخصيات جديدة، والماب راح يكون بقصر مهجور. راح يكون بقصر مهجور مثل ما سمعتوا. فالحقبة اللي فيها اللعبة، الحقبة القصة الكي ستوري، هي عام 1912-1913، انه نفس وقت التايتانيك فويج اوف سبير. فبهداك الوقت وقصر مهجور اظن راح يكون شيء جدا خرافي. بعدين كاتب والزومبيز هم السكان القصر او الناس الموجودين بالقصر تحولوا لزومبيز. ومكتوب راح يكون في وير وولفز اللي هم مستأذبين اظن قلتها صح، اللي هم الناس اللي تحولوا للذئب. اللي منكم اللي شاف منكم فيلم توالايت راح يفهم الكلام. وبعدين راح يكون في اشباح وارواح، وراح يكون في غرف سريه، وراح يكون في سلاح حرب العالميه الاولى، والسلاح بيست اون ذا ريغان. انه المختصر انه راح يكون في سلاح ديزاينه من الحرب العالميه الاولى، والسلاح مشابه للريغان. مو ريغان، لا، انه مو نفس الريغان، ندري الريغان من القصه القديمه وما له علاقه بالقصه الجديده، بس قصده انه مفعول السلاح او تاثير السلاح نفس الريغان. فاللي ما يعرف الريغان يعتمد على سلاش باور، اللي هو انك تطخ فيه على الارض
ومجرد ما السلاش يطلق على الارض او يدمج الارض يقتل الزومبي اللي حواليه، ما في داعي تطلق على الزومبي نفسه. الريجن مارك 2 لازم تطلق على الزومبي نفسهم، فانه بما معناه انه السلاح فينك لما يكون في مجموعه زومبي اطخ جنبهم على الارض وراح يموتوا، ما في داعي تطخهم هم للزومبي. اظن هذا اللي كان قاصد فيه، ومثل ما شفتوا كاتب فيه ارواح واشباح وقصر مهجور، واضح راح يكون الماب مرعب. طبعا هالكلام كله يذكرنا نوعا ما بزومبي انفينيت وورفير، بس هالكلام لو كنا عم نسمعه لماب قادم بزومبي انفينيت وورفير راح ندري انه استهبال. مهما سمعنا راح ندري انه راح ياخذ الموضوع كله باستهبال، انه ايه قصر مهجور وارواح ومستأذبين من هالكلام. فهذا نفس زومبي انفينيت وورفير، انه هذا عبارة عن فيلم. هم اللي ما يعرف زومبي انفينيت وورفير كان عبارة عن افلام، كل ماب زومبي هو فيلم، بس لا هم قاعدين نتكلم عن قصة زومبي جدا جدا جدية، قصة الفوضى، ما في اي استهبال. سواء ماب اي اكس او ماب فوج اوف ديسبير، واضح القصة كلها لها علاقة بالسحر والشعوذة والسفر عبر الزمن والماسونية وغيرها. فواضح الماب هاد ما راح يكون جو استهبال ابدا، راح يكون فعلا ماب مخيف. واظن الشركة بدها تحببنا قدر المستطاع بالقصة الجديدة، والشركة تعرف انه اكثر ماب زومبي يحبوه الناس هو موب اوف ذا ديد او بلود اوف ذا ديد، والسبب كان انه ماب مخيف، فبدهم يخلونا نحب القصة الجديدة. فاظن راح يبدأوا لنا اول ماب بالسيزن بماب جدا مخيف، والمواصفات هي كلها اللي شايف صراحة كلها مواصفات تتطبق على ماب يكون جوه مخيف. اوكي شباب، هون كنا وصلنا لنهاية الفيديو. كمان المسرب هذا تكلم عن ماب نيوكتاون زومبي قادم للقصة القديمة لقصة الايثر، راح اغطيه بفيديو بكرة ان شاء الله او بعد بكرة، تكلم عن ماب نيوكتاون متى راح ينزل كل التفاصيل اللي فيه. وإيه بس أتمنى بنهاية الفيديو لا تنسى تتابع الفيديو بزر اللايك وتشترك بالقناة إذا ما كنت مشترك، وتفعل زر التنبيهات. وإيه بس كان معكم الشركيال وشركة كيش، كومديهات تاني إن شاء الله، مع السلامة.